السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم كيف كتشوفوا محطه لمقادير ديال الطبخ. اليوم بغيت نوجد معاكم بلاطو نحتاجوه ان شاء الله في الشهر الكريم ولا في الايام العاديه. هذا البلاطو كنديروه خاص بالحلويات او خاص بالمعجنات ديال البريوش، ديال لي كرواسون، ديال اي حاجة بغيتوها. اول حاجة كيكون عندنا طرف ديال العود اللي هو هذا، كنحتاجو هاد الخشب هذا اللي كيتباع عند النجارة اللي ساكنين في الدار البيضاء، راه كاين في القريعة. وهو هذا البغتو باللون الاسود، وغادي نحتاج هاد الباغيت هادي حتى هي صبغتها باللون الاسود. هادشي كلشي كيتباع عند النجارة او في القريعة بمدينة الدار البيضاء. غنحتاجو لاكول، اللي عنده البيستولي ديال الشمع يستعملو، واللي ما عندوش يستعمل هاد لاكول. غنحتاج هنا طرف ديال الاديزيف، انا اختاريت هذا اللي غادي نغلف به الوجه ديال البلاطو. ونبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نغلف هاد الطرف ديال الخشب. الطرف ديال الخشب ممكن تاخدو اي مقياس بغيتو، اما 30 على 30، اما 30 على 50. كنغلفوه بهاد الطريقة هكا. وكنجرو هاد الورق اللي من التحت، كيلصق بسهولة. هو لصق. كناخدو لاكول وفرشات باش كندوزوها على هاد الجناب هادو. ندوزو هنا على الجناب، في وقت وجيز وبكل سهولة كتحصلو على بلاطو. ممكن تستعملوه حيلا بغيتو حتى لطاس ديال القهوة أو لأتاي، عوض ما تديرو هاد الأديزيف ممكن ديرو طرف ديال الزاج أو لا المراية. ومن غير البلاطوات ممكن تستعملوا حامل مناديل بوغ سيرفييت، او لا حامل المناديل الورقيه اللي كنقولوا كلينكس. كناخذ هذا وكنلصقوه هكا على الجناب، كنحاول نثبته مزيان. نستنى عليه شويه باش ينشف، لان كياخذ شويه الوقت باش ينشف، وبالاخص بان الحل بارد. ها هو كيف كتشوفوا كيكون على هذا الشكل هذا. كناخذ الجهه الاخرى حتى هي، كندير عليها الكوكا.
كولا كيف قلت لكم ممكن تستعملوا البيستولي ديال الشمع حتى هو كيلصق. كناخدو الطرف الثاني اللي هو هذا كنلصقوه بالطريقه كنضغطو عليه كنتسناو عليه شويه حتى يلصق حتى هو وندوزو للجهه الاخرى باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا غنلصق الجوايه الاخرين اللي بقاو ليا جوج جهات ونرجع لكم باش نكمل معاكم بلاطو ديالنا اللي النتيجه ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وساهل ما كياخدش بزاف الوقت. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا النتيجه النهائيه. هو البلاطو كملته في 3 لصاق هو كيف كتشوفوا ودابا غادي نركب ليه هاد لي باغيت اللي قلنا غادي نديرهم هكا هنا في الجناب. خليكم معايا غير الزينه وصافي. ممكن نخليو غير هكا حتى هكا كيجي زوين. دابا كندير لاكور الباغيت هادي وغادي نحطها هنا. ناخد الباغيت الثانية ديال الجناب نديرها في هذا القنت هذا وهذه طويله وبقات ليا هذه الاخيره حتى هي ندير ليها الكول. ونحطها هنا وها هو البلاطو ديالنا خصو غير ينشف نشف ليه اللصق ديالو ها هو. ها هو بلاطو ديالنا كمل كيف كتشوفوا كيجي رائع وسهل ممكن نستعملوه لعدة استعمالات. اللي بغى يديرو بلاطو ديال الكيسان يديرو
اللي بغى يديروا بلاطو ديال المملحات ديال الحلويات يديروا، كيجي غزال وزوين. نتمنى تجربوا هالطريقه، ما كيطلعش غالي وكيجي زوين بزاف. ونوريكم اشنو صوبت ثاني بنفس الطريقه. صوبت هذا، ها هو مربع، هذا حتى هو استعمال الحلويات. ها هو هذا ما صبغتوش، خليته هكا. صبغت غير القاعد ديال البلاطو ورشيت عليه هاد البغيون. هذا قرعه كدير درهم، ماشي شي حاجه غاليه. نوريكم تاني شنو ممكن نصوبو بيه. مصوبه بيه هذا، ها هو حامل ديال لي سيرفييت هكا. لا كانوا عندنا الضياف ولا حنا لينا. هنا لداخل كيبان لكم كيبرق، هو درت ورق جيلاتين كيتباع عند مول الخيوط. كنرش عليه البغيون، ممكن تشريو عند دروغري هاد البغيون، وكديروه هكا بواطا سهله واقتصاديه، ما كطلعش غاليه بزاف. بحال هاد البلاطو هذا يمكن ما غاديش يكون واصل حتى 20 درهم. نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى افكاري تكون كتفيدكم. واللي كنطلب من اللي اول مره كتشوف فيديو ديالي وعجبها هادشي اللي كندير، تشترك وتضغط على الجرس باش توصل بكل جديد، وعلى اللايك ما تنسونيش من تعليقاتكم المحفزه. ونتمنى نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، يا اما فكره جديده يا اما وصفه طبخ جديده. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.